راديو نيل. يا صباح الفل على كل بيسمعوا نغم في ام 105.3 اغاني عشانها. انا معاكم محمد بكر وبنبدا حلقه جديده من ايد في ايد اللي بتسمعوه كل يوم سبت وحد من 11 ل 12 الظهر. يمكن كل سبت كده تعودنا ان يكون معانا مؤسسه مهمه جدا، مؤسسه ليها على ارض الواقع نشاط كبير يخدم اهلنا وناسنا في الاماكن الاكثر احتياجا، مش بس توفير حياه كريمه ليهم معيشيا، لا كمان توفير حياه صحيه بشكل يليق بيهم يعني، والاستباق لعلاجهم بشكل كبير جدا. والحقيقة النهاردة حلقة مختلفة ومتميزة، لأن المبادرة اللي بيتم إطلاقها من صناع الخير للتنمية مبادرة مختلفة جدا، مبادرة قدم صحيح لمرضى السكري، مرض يمكن منتشر بشكل كبير جدا. وعلى آخر الإحصائيات اللي تمت في مصر يمكن عدد المصابين بمرضى السكري تجاوز 8 مليون شخص، فرقم كبير. وفي ناس ممكن يكون عندها وهم مش حاسين. واحدة من الحالات اللي يمكن في الوسط الفني وعلى السوشيال ميديا عملت ضجة الفترة اللي فاتت كان الفنان شريف دسوقي اللي تعرض لبتر للقدم نظرا لإصابته بمرض السكري. طيب علشان ما نوصلش للمرحلة ديت أكيد في مراحل يمكن نلحق بيها المريض قبل الوصول للبتر، لأنها حاجة صعبة. وبعد كده كمان العلاج نفسيا بيكون يعني أصعب وأصعب. علشان كده النهاردة بتشرفنا في الاستوديو الأستاذة يمنى إبراهيم، مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة صناع الخير للتنمية، واللي هتكلمنا بقى بتفاصيل أكتر عن مبادرة قدم صحيح. أستاذة يمنى أهلا بحضرتك. أهلا يا بكر، صباح الخير. صباح النور. المبادرة بدأت لسه، حضرت لها إزاي؟ إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة أنه زي ما تعودنا في مؤسسة صناع الخير للتنمية دايما بنهتم بالمبادرات اللي هي ممكن بتمس الناس بشكل مباشر، وبنهتم بشكل خاص بمبادرات القطاع الطبي. عندنا أكتر طبعا من مبادرة بتخص القطاع الطبي، خاصة بالعيون وبالقلب وبالأمراض الجلدية وغيرها. الحقيقة أن المرة دي فكرنا أن احنا نقدم مبادرة بشكل مختلف وتكون سابقة من نوعها، أو أن نبقى احنا متفردين بيها ومفيش تسليط للضوء عليها من قبل مؤسسات أخرى أو أماكن أخرى أو اهتمام بيها بشكل مباشر، وهي مبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكري. طبعا هو زي ما أنت قلت بالنسبة لمرض السكر مفيش عدد معين اتفق عليه يعني لعدد مصابي مرض السكر في مصر، يعني هو بس بيتراوح من 10 ل 15 مليون، لكن في نسبة بتقول انه حوالي 10% من العدد الاجمالي ده عنده موضوع القدم السكري. ده علشان خاطر بس الناس اللي بتسمعنا تبقى عارفة او فاهمة ايه هو القدم السكري. تمام، يعني هل المبادرة هتكون لعلاج كل مرضى السكر بمختلف يعني اصاباتهم، ولا للقدم يعني او قدم فقط؟ هتبقى العلاج الجروح دايما هو مريض السكر بشكل خاص بيبقى عنده حساسية معينة من أي جرح بيصاب بيه. مظبوط. لو تم إهماله أو عدم تداركه بيتفاقم الموضوع وبيلتئمش، وممكن يحصل عدوى متكررة بتؤدي بعد كده لمضاعفات كتير خطيرة، وممكن بعدين بتؤدي لغرغرينا وبتر لا قدر الله إلى مذلك يعني. فإحنا بنحاول نحن نتجنب ده من البداية بحيث أنه نتدارك المضاعفات اللي بتحصل عن أو الناتجة عن الجروح دي بالنسبة لمريض السكر. ده طبعا بيتم ازاي؟ يعني في شق توعوي وفي شق تاني خاص بان احنا بنشوف الحالات اللي محتاجة علاج وبنعالجها عن طريق طبعا تقنية جديدة هنتكلم عنها بشكل مفصل. لكن هي بشكل خاص انت اي مريض للسكر لازم بيبقى عنده نوع من انواع الوعي انه لما بيبقى فيه اي جرح بيحصل في القدم او الى اخره بيتعلم ازاي يطهره بشكل صحيح، يتوجه للمستشفى او الدكتور، يبقى عنده الوعي الكافي انه ازاي انا ما الجرح ده ما يحصلوش تلوث او يصاب باي نوع من انواع العدوى علشان مضاعفاته تبقى خطيره. وانس انه او بمجرد انه حصل خلاص الجرح والجرح بقى موجود
في جروح بتبقى صعبة جدا، في جروح بتبقى أولية، هي طبعا بتبقى مراحل جرح، في جروح بتبقى أولية علاجها بيتم بسهولة بتطهير ومتابعة خلاص، في جروح بتبقى غائرة أو صعبة، ودي اللي احنا بنشتغل عليها في المبادرة قدم صحيح اللي هنطلقها إن شاء الله الشهر القادم. سؤالي. الإطلاق الرسمي للمبادرة الشهر القادم. مظبوط، الشهر القادم هنطلقها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وهنعلن عنها بشكل رسمي، وحاليا احنا بالفعل بدأنا نستقبل حالات من الشهر اللي فات، وبدأنا يعني بالفعل احنا نتعاقد مع مستشفيات جامعية كتير علشان تخصص غرف للغيار ولمتابعة مرضى القدم السكري. طيب هل في بلان او خطة كده واضحة البداية هتكون منين بالظبط في المحافظات؟ والله هو احنا بدأنا بالفعل نستقبل الحالات من كل المحافظات، لكن طبعا في شروط معينة لاستقبال الحالات دي، زي انه مهم انه الحالات ما تكونش تحت مظلة التأمين الصحي، ومحتاج يعني بتحتاج انه يبقى في دعم للعلاج، لانه احنا بنتوجه بالدعم لأهلينا الاولى بالرعاية او الاكثر احتياجا زي ما انت عارف. بالنسبة للمحافظات لا، احنا بنطلق ده في كل محافظات مصر، عندنا في أسوان، أسيوط، عندنا القاهرة، الجيزة، عندنا طبعا تعاقد هيتم نتكلم عنه بشكل مفصل مع مستشفيات الجامعية في أكتر محافظة، دمياط، الصعيد، الدلتا. لا احنا يعني احنا منتشرين في كل مكان، احنا منتشرين احنا منتشرين في كل مكان صحيح. وده الحقيقة يعني واحد من أهم النقط أو أهم مميزات مؤسسة صناع الخير للتنمية، انهم مش بيبقوا مركزين على مكان واحد وفقط، لا هم عندهم فريق كبير جدا بيوصل لأماكن حدودية ويبقى شغال في رأس حدربة مثلا وحلايب وشلاتين، وبرضه في فريق شغال في سينا وفريق شغال في بحري وفي الصعيد. الحقيقة مجهود كبير وجبار، مبادرة مهمة جدا جدا ان يعني يكون في تعاون كبير وتكون تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ده شيء مهم جدا. اكيد في دور للقطاع الخاص، فكرة التجهيز الحالي كمان للمستشفيات اللي بيتم التعاقد معاها علشان استقبال المرضى، ده شيء مهم جدا جدا جدا. احنا لسه مكملين ايد في ايد على نغم فهم، خليكم معنا. اسمع إذاعة راديو النيل، ميجا اف ام، راديو هيتس، نغم اف ام، وشعبي اف ام في اي وقت وفي كل مكان. دور على ابلكيشن NRC من جوجل بلاي او اب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعة راديو النيل تفضل دايما معاك. ايد في ايد على نغم فهم، لسه مكمل معاكم وبتشرفنا في الاستوديو استاذه يمنى ابراهيم، مدير اداره تنميه الموارد بمؤسسه صناع الخير للتنميه، وبنتكلم عن المبادره اللي بتستعد لاطلاقها مؤسسه صناع الخير للتنميه، وهي مبادره قدم صحيح لعلاج مرضى السكري. وعلشان نعرف تفاصيل اكتر الحقيقه، بينضم لنا دلوقتي دكتور مصطفى سليمان، استاذ ورئيس قسم جراحه الاوعيه الدمويه جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. عايزين نعرف دكتور اكتر تفاصيل يعني رؤيه حضرتك لمبادره مهمه زي ديت، المخطط استخدامه او المخطط للمبادره ايه بالظبط خلال الفتره الجايه؟ اولا انا برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذه يمنى وكل المستمعين بتوع حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحاجه الثانيه ان طبعا مشكله القدم السكري ومضاعفاتها في العالم كله كبيره جدا، وبالذات في الدول بتاعتنا في الشرق الأوسط، لأن المرضى معظمهم ما بيهتمش بالقصة وما بيرعاش نفسه وما بيتابعش باستمرار مع الدكاترة، وبالتالي أي مشكلة صغيرة بتتفاقم وبتتحول لمشاكل كبيرة جدا. تمام. فكرة المبادرة حد ذاتها فكرة رائعة ورائدة إن شاء الله، وهتعمل طفرة كبيرة جدا في رعاية مرضى القدم السكري إن شاء الله. لأن المريض لو في متابعة مستمرة لحالته وفي اهتمام وموالاة لتضبيط كل مشاكله اللي بتحصل أول بأول، طبعا المشاكل والمضاعفات الكبيرة بتقل بنسبة كبيرة جدا. معدلات البتر كمان اللي هي بتحصل، سواء بتر جزئي لأجزاء من القدم أو بتر الساق نفسه، هيقل بنسبة كبيرة جدا بإذن الله، وده ده اللي احنا بنخطط له وبنهدف إليه في هذه المبادرة. طيب لو هنتكلم يا دكتور كده للي بيسمعونا دلوقتي، ايه الاعراض اللي ممكن احس بيها انا يعني كمريض سكر ابدا احس بيها فيعني اتوخى الحذر، اتابع بشكل جيد اكتر
ايه بالظبط الاعراض اللي ممكن حضرتك تقولها لنا دلوقتي اللي بيسمعونا لما يحسوا بيها يبدأوا يبقى فيه لا فيه جرس انذار بيبدأ؟ تمام. اولا مريض السكر بيتأثر بمشاكل كثيرة في قدميه نتيجة لهذا المرض. العبرة بايه؟ العبرة بنقطتين مهمين جدا اللي محدش بياخد باله منهم، اللي هي نمرة واحد عدم انضباط مستوى السكر في الدم. النقطة الثانية والأهم مدة وجود مرض السكر في جسم الإنسان. بمعنى عدد سنين الإصابة. تمام. لأن المريض لما بقول له أنت هيحصل لك مضاعفات في رجلك، بيقول أنا سكري مظبوط 100%. أقول له سكرك مظبوط لكن بقالك كام سنة عندك سكر؟ لأن بالتقادم كده كل ما بتزيد مدة وجود مرض السكر في الجسم كل ما بتزيد مضاعفات. وكأن حضرتك بتقول إن عامل الوقت يا فندم، كأن حضرتك بتقول إن عامل الوقت لإنقاذ مريض السكري من البتر ده شيء ضروري جدا. مهم جدا طبعا. طبعا. تمام. التأثير على القدمين بيحصل إزاي؟ فضل. بيحصل بالتأثير على ثلاث نقط مهمين جدا في قدم المريض. نمرة واحد وأهمهم هي الأوعية الدموية. تمام. نمرة اثنين الأعصاب الطرفية. تمام. نمرة ثلاثة المفاصل الصغيرة في القدم. تمام. الثلاثة دول بيتأثروا جدا بمرض السكر. طيب يعني خلينا نوضح الأوعية الدموية وكلنا فاهمين يعني إيه أوعية دموية. الأعصاب الطرفية. الأعصاب الطرفية هي أعصاب أنواعها متعددة جدا، هم ولكن مينلي أو أساسا يعني أربع أنواع من الأعصاب. في أعصاب حركية. تمام. يعني هي بتؤثر على الحركة بتاعة المفاصل. وفي أعصاب حسية اللي الإنسان بيحس بيها في قدميه بالسخونة والبرودة والوخز والوجع وكده. وفي أعصاب حسية تانية بيسموها deep sensation اللي هي أعصاب اللي بتحسسك بوضع رجلك على الأرض وإحساسك وانت نازل على السلم، مثلا انك تحس انك بتنزل على السلمة وحاسس بملامسة الأرض ليك وثقة جسمك على الأرض، دي بيسموها deep sensation. تمام. والأعصاب الأخيرة هي الأعصاب السمبثاوية واللي هي دي جزء من الاعصاب اللا اراديه في الجسم اللي هي بتاثر على برضو الشعيرات الدمويه تفتحها او تقفلها حسب درجه الحراره. فدول اربع انواع، وللاسف الاربع انواع بتاع الاعصاب دي بيتاثروا نتيجه لمرض السكر. وبالتالي المريض احساسه بالوخز او بالحراره بيقل جدا بمرور الوقت. اذا لو هو مشي ومش داري ممكن قوي ابره تخش في رجله او دبوس يخش في رجله او طرف ازازه او ده يؤدي الى جروح هو مش حاسس بيها. فالتوعية هنا ان انا لازم احافظ على الاعصاب من الاول عشان مستوى الاحساس ما يقلش لهذه الدرجه. هل بيبقى في بروتوكولات علاجيه يا دكتور في المرحله دي؟ تمام. نمره اثنين الاعصاب اللي هي بتاعت الاحساس العميق او الديب سنسيشن، ودي للاسف اللي هي بتلاقي المريض يقول لك انا حاسس ان بيني وبين الارض مسافه، انا حاسس ان انا ماشي على اكياس قطن مش ماشي على الارض مباشره. فدي اللي هو البروبريوسيبشن او الديب سنسيشن ده مهم جدا برضو في انه لو اختل بيؤدي الى اصابات اللي المريض بيقع ويتكعبل وكده من غير ما يسيطر على نفسه. نمره ثلاثه الاعصاب الحركيه اللي بتحرك المفاصل دي بتتاثر، وبالتالي بيحصل خلل في حركه المفاصل الصغيره، وبالتالي يحدث عدم اتزان واعوجاج وانبعاج في بعض المفاصل. وبالتالي بتؤدي الى الانبعاجات دي بتؤدي الى خلل في وزن الجسم على الارض، وبالتالي تؤدي الى ضغوط في مناطق معينه ما كانتش بيضغط عليها في الظروف الطبيعيه اللي هي بتؤدي الى قرح اللي بيسموها القرح العصبيه اللي بتبقى في اسفل القدم. ثم يليها بعد كده الاعصاب السمبثاويه اللي هي درجه بتاثر بالجو ودرجه الحراره والرطوبه والكلام ده، ان الشعيرات الدمويه تتفتح او تتغلق، وده لما بيحصل فيها خلل بيحصل مشكله في درجه حراره القدم اللي بيخلي الانسان مريض يقول لك انا حاسس برجليا ساقعه، انا حاسس برجليا سخنه زي اللزوم، لكن انت تحط ايدك عليها ما تبقاش كده. هو احساسه حاجه لكن الشعور او الظاهري حاجه ثانيه. الحقيقه كل ده بيؤثر تأثير بليغ جدا على التطورات المشاكل بعدها. الحقيقة معلومات مهمة ودقيقة جدا دكتور مصطفى سليمان، أستاذ ورئيس جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، شرفتنا على نعم فهم. ربنا يخلي حضرتك. شكرا يا فندم. زي ما استمعنا لدكتور مصطفى يعني
أعراض كتير، وممكن نلحق الموضوع من بدري، ممكن يبقى فيه بروتوكولات علاجية من بدري نلحق بيها مريض السكر. علشان كده مبادرة قدم صحيح مبادرة مهمة جدا جدا جدا. لكل اللي حابين يعرفوا تفاصيل أكتر عن مبادرات صناع الخير ويشاركوا بكل يعني صدقتهم أو تبرعاتهم لصناع الخير، 15-101 ده رقم الخط الساخن، هيوصل لك المندوب في أي مكان، أو من خلال حساب صناع الخير في كل فروع CIP والمصرف المتحد على 200 200، ومن خلال فوري كمان او اونلاين على موقع صناع الخير، او من خلال تليفونك تمسك التليفون وتبعت رسالة على 97 97 وتكتب فيها 200 200. احنا لسه مكملين ايد في ايد على نغم فهم، هنعرف ايه اللي بيحدث الان في مصر والعالم من الزميلة نهال سماحة، ونرجع نكمل ايد في ايد. اسمع إذاعة راديو نيل، ميجا اف ام، راديو هيتس، نغم اف ام، وشعبي اف ام في أي وقت وفي كل مكان. دور على أبليكيشن NRC من جوجل بلاي أو أب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعة راديو نيل تفضل دايما معاك. ايد في ايد على نغم فم، لسه مكمل معاكم، وبتشرفنا في الاستوديو استاذه يمنى ابراهيم مدير اداره تنميه الموارد بمؤسسه صناع الخير للتنميه. بنتكلم عن المبادره الحقيقه، يعني اللي بيتابعنا خلال الحلقه هيعرف ان هي مبادره مهمه جدا جدا جدا، مبادره قدم صحيح اللي هتطلقها مؤسسه صناع الخير للتنميه بدايه الشهر القادم. وبرضو اخذت خطوات مهمه جدا، وكان معنا دكتور مصطفى سليمان استشاري ورئيس جراحه الدموية بجامعة عين شمس، اللي وضح لنا أكتر تفاصيل عن مرض السكر وإزاي يعني نعالج الموضوع بدري على قد ما نقدر علشان ما نوصلش لبتر للقدم. طيب أستاذة يمنى، دلوقتي عايزين نعرف المستهدفين من في المبادرة ديت، وكمان حضرتك قلتي في بداية الحلقة أن في تقنية حديثة هيتم استخدامها لعلاج المرضى، مين المستهدفين وإيه هي التقنية؟ الحقيقة أن احنا بنستهدف علاج 100,000 مواطن مصري من أهلينا طبعا المصابين بالقدم السكري. 100,000 على مدار قد إيه بقى؟ على مدار يعني المفروض 5 سنوات. احنا بنعمل في المبادرة دي زي مبادرات اللي هي بتبقى على المدى الطويل أو اللونج تيرم، هي المفروض أنه العلاج بيستمر لفترة طبعا طويلة. علاج السكر مدى الحياة، مظبوط، فهو من الأمراض المزمنة، وبالتالي أي الأعراض مصاحبة للمرض بتبقى كمان مزمنة ومتوترة. الحقيقة أنه إحنا بنعتمد على تقنية حديثة، تقنية تكنولوجية حديثة في المبادرة دي بتستخدم لأول مرة، وهي أنه في تقنية جديدة أمريكا المفروض هي أعلنت عنها من فترة، وهي عبارة عن أنواع معينة من الأدوية والعلاج زي إسبريهات وعلاج معين بيساعد على التئام الجروح بشكل سريع جدا. وده طبعا ما كانش موجود قبل كده، يعني دايما بنتكلم طبعا كنا عن الجروح، ان في جروح اوليه، في جروح بتبقى غائره او صعبه. التئام الجروح لدى مريض السكر بيبقى صعب جدا. فالادويه او العلاج اللي بتقنيه التكنولوجيا الحديثه دي بتساعد على التئام وشفاء الجرح تماما، مما يضمن ان هو خلاص انت الجرح بقى خلاص مش ملوث وبيلتئم بسرعه، وده طبعا بيساعد على شفاء المريض وبيجنبنا طبعا مضاعفات كتير ممكن تحصل، عدوى متكرره تحصل ممكن بعد كده لا زي ما قلنا غرغرينا ولا قدر رب بتر جزئي او كلي للقدم. تمام، بالتاكيد خلينا برضو ناكد ان ال 100,000 مواطن مصري اللي هيدخلوا تحت مظله مبادره قدم صحيح هو لازم ما يكونش عنده تامين صحي، وطبعا هيكون في تقسيم للعدد ده على محافظات مصر بشكل كبير، وانا اتوقع من دلوقتي من قبل ما المبادره تبدا كمان ان العدد ده ممكن يتضاعف ويتضاعف علشان نوصل لاكبر عدد ممكن، او صناع الخير كمان يعني بتحب ان الخير دايما ينتشر وان هي تخدم اهلنا وناسنا بشكل كبير جدا، والدعم الشخصي ودعمنا احنا كافراد لمبادرات مهمه زي دي مهم جدا. فخليني افكركم ان 15
15-101 ده رقم الخط الساخن لصناع الخير، هيوصل لك المندوب في أي مكان 15-101. وكمان تقدر توصل بتبرعك لصناع الخير من كل أو في كل فروع CIB والمصرف المتحد على 200-200، وكمان من خلال خدمة فوري أو برسالة من على تليفونك تكتب فيها 200-200 وتبعتها على رقم 97-97. احنا كده عرفنا مين المستهدفين وعرفنا يعني العدد التقريبي أو المبدئي اللي صناع الخير هتبدأ بيه، وتكلمنا عن التقنية الحديثة اللي هيتم يعني العلاج من خلالها. أنا محتاجة بس أقول يعني هدي برضو المفروض أنه التكلفة العلاجية بالضبط، ده كان سؤالي، هو التكلفة لأنه واضح أنها تقنية أمريكية هيتم استخدامها ومريض السكر بيحتاج علاج مدى الحياة. طيب التكلفة تقريبا average كام، يعني في حدود كام؟ التكلفة بتبقى متوسط من 15-20 ألف تكلفة علاج الحالة الواحدة. طبعا من أول ما بنبتدي بيتم العلاج طبعا على كذا مرحلة. وأنا محتاجة أقول إن احنا بالفعل بدأنا في مؤسسة صناع الخير لتنمية نستقبل حالات لمرضى القدم السكري بيتواصلوا معانا طبعا عن طريق الخط الساخن بتاعنا 15-101. بدأنا المفروض الأسبوع ده كمان عندنا أكتر من توقيع لبروتوكولات كتيرة. عندنا النهاردة وإحنا بنتكلم مفروض بيمضوا بروتوكول مع مستشفى جامعة عين شمس، عندنا بكرة إمضاءات وبعده مستشفى أسوان، مستشفى جامعة طنطا، عندنا كمان مستشفى جامعة الأزهر. إحنا عندنا تعاقدات هي تبقى مع أكتر من 5 مستشفيات لجامعة الأزهر، كلها تبقى مخصصة لاستقبال حالات مرضى القدم السكري، رعايتها والغيارات الطبية الخاصة بيها، وتقديم كل أنواع الدعم والعلاج لأهالينا من مرضى القدم السكري إن شاء الله. أستاذ يمنى، حضرتك بتدي مثل حي دلوقتي على توقيع بروتوكولات مع جهات تابعة للدولة، المستشفيات الجامعية اللي بتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فده بالتأكيد أكبر مثال أو أكبر يعني دليل على التعاون الكبير اللي ما بين مؤسسة صناع الخير ومؤسسات الدولة. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة أن المبادرة بيتم إطلاقها تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة نيفين قباجة. طيب دلوقتي أستاذة يمنى بتتكلم عن بروتوكولات تعاون مع المستشفيات اللي هتستقبل المرضى بتوع مبادرة قدم صحيح، واللي معظمها اللي ذكرتيهم معظمهم مستشفيات جامعية، وبالتالي ده تعاون آخر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثلث وبيكتمل بجهودنا وبتبرعاتنا احنا كأفراد. 15-101 ده الخط الساخن اللي يوصل لك المندوب في أي مكان انت موجود فيه، والتبرع على حساب 200-200 في فروع CIP والمصرف المتحد، وتبعت رسالة على 97-97 تكتب فيها 200-200. احنا لسه مكملين ايد في ايد على نغم فم. اسمع إذاعة راديو نيل، ميجا فم، راديو هيتس، نغم FM وشعبي FM في اي وقت وفي كل مكان. دور على ابليكيشن NRC من جوجل بلاي او اب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعة راديو نيل تفضل دايما معاك. ايد في ايد على نغم فهم، لسه مكمل معاكم وخلاص حلقتنا بتخلص. وبتشرفنا في الاستوديو استاذة يمنى ابراهيم، مدير ادارة تنمية الموارد بمؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة الحقيقة اللي ليها مجهود جبار على ارض الواقع يخدم اهلنا وناسنا الاكثر احتياجا في اماكن كتير جدا. مبادرة مهمة جدا 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 اتكلمنا عنها النهاردة، هي مبادرة قدم صحيح اللي هيتم اطلاقها الشهر الجاي ان شاء الله، ولكن بالفعل بدأ يكون في مستفيدين منها خلال الاسابيع اللي فاتت. عرفنا تفاصيل كتير على مدار الحلقة من المبادرة، 100 ألف مصري هم المستهدفين خلال الفترة الجاية، تقنية أمريكية جديدة للعلاج هيتم استخدامها في المبادرة دي. يعني برضو عايزين في نهاية الحلقة كده من أستاذة يمنى نعرف شوية تفاصيل أكتر عن مبادرات اتكلمنا عنها قبل كده بتقدمها صناع الخير، زي مثلا مبادرة عينيك في عينينا، ايه المستجدات اللي حصل فيها، خصوصا ان الاسابيع اللي فاتت شهدت يعني قوافل طبية كتير جدا لعينيك في عينينا. مظبوط، احنا الحقيقة عندنا نشاط كبير جدا الفترة اللي فاتت في قوافل مبادرة عينيك في عينينا بتجوب جميع محافظات وقرى الجمهورية. كان عندنا الشهر اللي فات
اكتر من قافله طبيه. طبعا مبادره عينيك في عينينا علشان مستمعينا يبقوا عارفين، هي مبادره بتختص بعلاج امراض العيون والامراض المسببه للعمى، واحنا من بنهدف في القوافل الطبيه اللي بنطلقها ان احنا بنكشف على اكبر قدر من اهلينا ومواطنين موجودين في القرى والنجوع الاكثر احتياجا. الشهر اللي فات الحقيقه عملنا اكثر من قافله طبيه، عملنا قوافل في المنيا، في محافظات البحيره، في قنا، في اسيوط، في اسوان. وجهنا كمان قافله تعتبر يمكن من اكبر القوافل الطبيه اللي كانت في الغربيه، محافظه الغربيه. والحقيقه ان القافله دي كانت مميزه جدا لان هي استهدفت الكشف على عدد كبير جدا من أهالينا في محافظة الغربية. عينيك في عينينا في محافظة الغربية كانت بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، كمان جامعة طنطا، ولجنة الإغاثات، اللجنة الطبية الإغاثات في رئاسة مجلس الوزراء. والحقيقة كانت افتتاح القافلة دي كانت بحضور السيد محافظ الغربية، وكانت من أنجح وأهم القوافل الطبية اللي احنا عملناها. وحابة كمان من خلال وجودي هنا في الحلقة أوجه شكري وامتناني وتقديري وامتناننا جميعا في مؤسسة صناع الخير للتنمية لشركائنا، شركاء الخير اللي دايما معانا في كل مبادراتنا وشغلنا على الأرض، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وأوركيديا، وهم الرعاة الرسميين في قوافل الطبية الخاصة عينيك في عينينا. ومستمرين في القوافل دي أسبوعيا في كل المحافظات والقرى الأكثر احتياجا بإذن الله. ده يعني مجهود جبار جدا. يمكن اتكلمنا عن عينيك في عينينا في حلقات قبل كده من برنامج ايد في ايد، ولكن على مدار الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا زي مستاذة يومنا ذكرت عدد كبير جدا، يمكن اكتر من 8 محافظات تم يعني توفير قوافل طبية لخدمة اهلنا وناسنا في هذه المحافظات. المبادرة الحقيقة مبادرة عينيك في عينينا تحديدا من المبادرات اللي بتخدم كافة الاطياف، اطفال، كبار سن، شباب، بتوفر نظارات، بتوفر علاج، بتوفر قائمة للعمليات، عمليات العيون. وهنا عايز أسألك، وصلنا لإيه في قوائم الانتظار؟ هل في أعداد كبيرة في عينيك في عينينا؟ إيه اللي حاصل في قوائم الانتظار؟ هي أن احنا قوائم الانتظار عندنا طبعا بتزيد يوم عن يوم، من خلال طبعا الناس اللي بتتواصل معنا من أهلينا عن طريق الخط الساخن 15-101، أو لما بننزل بالفعل للقرى والنجوع الأكثر احتياجا وبنكشف على أهلينا، طبعا بيبقى عندنا عدد كبير جدا من المواطنين اللي محتاجين تدخل جراحي في عمليات طبعا مختلفة. وإحنا طبعا زي ما ذكرت قبل كده في حلقات سابقة عن أننا متعاقدين في صناع الخير مع أكثر من 20 مستشفى للعيون متخصصة في العيون، مستشفيات جامعية موجودة في محافظات كتير، بنقدر أن احنا نقدم خدماتنا ودعمنا ونعمل فيها العمليات الجراحية لأهلينا باستمرار. مجهود رائع من صناع الخير. حلقتنا بتخلص النهاردة، أستاذة يومنا إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة صناع الخير للتنمية، شرفتينا على نغم فهم. مرسي يا بكر. مبادرات كتير جدا بتقدمها صناع الخير لخدمة أهلنا وناسنا في كل مكان في مصر، هتعرفوا أكتر وأكتر خلال حلقات إيد في إيد الجاية كل يوم سبت وحد من 11 ل 12 الظهر. خليكم دايما هنا على نغم فهم تسمعوا برامج مختلفة وأغاني دايما عايشينها. تحياتي محمد بكر وتحيات شريف الصمدي من الإعداد. إيد في إيد مع محمد بكر السبت والحد من 11 ل 12 الظهر على نغم FM.